تداول الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس خبر عن طبيبة سعودية تمكنت من إنقاذ حياة مريضة ولدتها أثناء تحليق الطائرة في رحلة متجهة من مطار عرعر إلى مطار الملك خالد في الرياض. طبعا راح نتكلم أكيد في هذا الموضوع أكثر مع هذه الطبيبة الشجاعة وعلن بلها في إنقاذ حياة الأم والطفل. طبعا عبر الهاتف دكتورة إنجي بدوي طبيبة نساء وولادة، حياك الله دكتورة. اهلا حبيبتي، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا دكتوره. بدايه نبيك تحكي لنا عن هذا الموقف وكيف صار وكيف تلقيتي الخبر في اول ساعه من تحليق الطائره. طبعا قبل هذا كله تحياتي للجميع الموجودين معك، ليكي والجميع الموجودين معاكي. يا اهلا وسهلا. واحب استغل الفرصه اني انا ابارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين بالبيعة الخامسة، وإن شاء الله كل عام وطننا بخير. وقبل هذا أنا بنت الوطن ومرضاي كلهم بنات وطني، فهذه كانت بالعكس كان شرف لي أني أنا أقوم بخدمة زي كذا. اللي حصل أني أنا كنت بالرحلة برحلة السعودية اللي جاية من عرعر للرياض. فبعد اقلاعنا تقريبا بحوالي نص ساعه طلبوا طبيب او طبيبه اذا كان في احد يعرف نفسه للملاحين الطياره. فاللي حصل فقلت لهم انه انا في طبيبه، بس انا ما توقعت ابدا انها تكون مريضه، يعني حاله ولاده، لانه عاده الرحلات من عرعر للرياض الاغلب كثير من الركاب بيكونوا محولين لمراكز متخصصة بالرياض، فبكون عليها مرضى يعني. فتوقعت إنه يكون أحد رجل كبير بالسن أو شيء كذا أو أحد من الأطفال. فقالوا لي إنه في واحدة في مريضة هي وزوجها، فجيت عندها فقال لي زوجها دكتور، عرفته بنفسي إنه أنا طبيبة. فقال إنه المدام شكلها عندها ولادة. فطبعا سألتها كم شهر حامل وقال لي إنها هي بالأسبوع 37 وعززة الموية عليها وعندها طلق. فلما يعني فحصت الوضع فعلا عندها طلق، وطلبت منهم انهم هم يقولوا لي اياها لاخذ الطياره. والحمد لله يعني طبعا الكل كان بالبدايه كان شوي متخوف، بس ما شاء الله عليهم ملاحين الطياره يعني كانوا رائعين جدا اللي كانوا بالرحله معانا. ساعدونا، رجعنا لاخر الطياره واستخدمنا المطبخ اللي هو فيه تقليم الأكل. فرغوا لنا الكراسي الأخيرة، والركاب كانوا رائعين جدا، كانوا متعاونين وما في أحد ضايقنا ولا أحد على قولهم تطفل علينا. فسويناها زي غرفة الولادة والحمد لله، وكانت الأمور سهلة جدا وربي سهل عليها. والكلام هذا كان الساعة 10:30، الساعة 11 كانت الحمد لله كانت والدة، وحتى كل الركاب صفقوا يعني الخبر والحمد لله. ما شاء الله. يعني دكتورة إنجي من جد شكرا على هذا الواجب الإنساني اللي أنت سويتيه، يعني واجبك كطبيبة ودورك كطبيبة فعليا إنقاذ حياة الإنسان في من كانت وفي أي مكان كانت. يعني أنتوا كنتوا في السماء، الله يجعلها موازين حسناتك فعليا. حتى يعني لو كنت مش دكتورة بس سويت الإسعافات الأولية فهذا شغل أو فعل إنساني فعليا رائع جدا تشكري عليه. لكن دكتورة إنجي، ايش المخاطر او الصعوبات اللي انت حسيتي فيها بحكم انه ما كان في معاكي اشياء او تقنيات، خلينا نقول الـ 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 الادوات اللي لازم تستخدميها وقتها؟ هل يعني كان الموضوع صعب عليك بحكم انه انت كنت تقريبا في الجو؟ والله يا حبيبتي شوفي، انا اقول لك للامانه يعني عشان ما اكون كاذبه، بالبدايه لما قالت لي انه انا عندي ولاده أنا تخوفت من شغلة واحدة، أنها تكون مسوية عمليات قيصرية قبل كذا. أيوة. خاصة أنه واضح جدا أن عندها طلق، كان عندها طلق قوي مرة مرة قوي. بس الحمد لله أنا كانت عندها ولادات سابقة وكلها طبيعية. في شغلة ثانية أنه أنا لما ولدت المريضة حاولت، يعني طبعا ولدنا الطفل وخليت المشيمة عشان ما يحصل عندها نزف أو حاجة. بالطيارة فيها شنطة إسعافات أولية. صحيح. وكان فيها الشغلات اللي أنا أحتاجها بالنسبة للولادة. لكن في أنا لاحظت على في حاجة، وأنا أتمنى أن الخطوط السعودية ينتبهوا لشيء هذا، إنه السائل حق المغذي يعني يعني أنت عارفة لما يكون عندك حالة إسعافية لازم تحطي اللي هي الإبرة بالوريد وتحطي مغذي. فالشيء هذا ما كان موجود. هذا الشيء الوحيد اللي ما كان موجود. يعني هذه ممكن تسعف حياة وتنقل حياة مريض، سواء كان المريضة اللي كانت معايا الحمد لله أمورها مشت كما تمنيت. الحمد لله. عارفة المسكنات للألم الشغلات اللي هي بيحتاجها أي طبيب. يعني حتى أنا في عندي من زملائي كنا نتكلم بعد ما صارت الحكاية، فكنا بنتكلم فقال إنه أنا أسعفت قبل كذا 3 مرضى
بس ما كان عندهم اسعافات اوليه بدائيه جدا. أيوة. فانا اتمنى انهم يجلسوا مع 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 مع, مع يعني اعرف ناس متخصصين او شيء زي كذا بحيث انه هو يكون يعني يقولوا ايش الاشياء اللي الواحد يحتاجها اكثر، يعني في عمليات الاسعاف الاولي او متطوره. أيوة. الاشياء اللي فعليا الواحد ممكن يحتاجها وتصادفه في الطيارات. دكتوره انجي، انا بصراحه ما عندي شيء اقوله غير انك انت جالسه بتحكي الحكايه، انا دموعي بدات تنزل يعني من الفرحه بامانه. بس ابغى اعرف كيف حاله الطفل؟ الحمد لله البيبي رائع جدا، طبعا انتم كلكم شفتوه بالصور. أيوة. كان رائع جدا، وحتى انا قلت لابوه قلت له لازم تسميه سعود ويطلع كابتن يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا دكتوره انجي. شكرا لك وشكرا على هالمداخله. بصراحه يعني ما عندي شيء كثير اقوله، اظن ما لاحظتني هي قاعده بتحكي الموقف. انا تعرف لما كذا من الفرحه احيانا دموعك تنزل سبحان الله. أيوة. يعني طبعا اكيد مو انا أم دماعة. أم دماعة. بس أيوة. اسمه حاجة والله مرة حلوة يعني. حاجة مرة حلوة. أيوة. سبحان الله كانت في الجو يعني يا جماعة. بس أنا الموقف كيف في الأسبوع 37 وتركب طيارة؟ أنا في ممنوع تركب لا طيارة. طيارة في طيارة يعني. إذا كان طيران داخلي. لا شوفي إيه داخلي وقصير الطيارة. أعتقد لا بأس، بس لازم تأخذ نوت من الطبيب حقها. إنها تقدر تطير. لكن في طيارات اللي هي إنترناشونال أو اللي تكون خارج المملكة. أيوة. تكون طويلة عادة. هذا اللي ممنوع. عادة يكون فيها صعوبة. أيوة. بس استل حتى لو الحامل الأم ممكن أن يعني يعطيها نوت وتقدر تسافر. بس أنا إيش حبيت قالت الدكتورة شي، قالت الملاحين كانوا متعاونين وعارفين إيش يسوون وعندهم خبرة طبعا. غير التدريبات اللي هم يعني أكيد يأخذون تدريبات. أكيد. إسعافات. أكيد. أولية وأشياء طبعاً. فأنا مرة حبيت تفاعلهم وحبيت أنه يعني أكيد يعني شيء زي كذا حتى لو الطبيبة تحتاج أحد تساعده، تحتاج أحد فاهم طبعاً. تحتاج أحد يعني ما يخاف. ممكن يكون عندك خبرة بس تخافين. بس هم ما شاء الله عليهم فعليا يعني. أنا من هالمنبر أقول لهم جزاكم الله خير وكفو وبيض الله وجيهكم فعليا يعني. ما نقدر نقول إلا يعني يعطيهم العافية فعليا. هو مهم أن الواحد يكون عنده أقلها البدائيات أو الأشياء الأساسية لموضوع الإسعافات الأولية جداً. زي ما كنا نقول هذه سبحان الله تواني وفي غمضة عين تسير. وفي ناس صاروا يروحوا يسووا دورات. وصاروا في ناس يروحوا ويسووا دورات. وأمس كمان كان في تغريدة لبنت اسمها أميرة تم تداولها بشكل كبير، قالت فيها إنها ماخذة دورات إسعافات أولية وقدرت إنها تنقذ بنت. هذه طبعا التغريدة اللي ظهر على الشاشة. لكن إيش العبير تقرأي في الموضوع يا جماعة؟ إنه أميرة الله يسعدها تقول كانت تحكي نفسها تقول إنه تذكرت لما كانت هي بتروح الدورات هذه عشان فطورهم لذيذ وأيضا عشان دكتور وسيم. لكن دورات زي كذا يا أميرة كثير مهمة إنه يتعلمها الإنسان، لأنه ما يعرف متى ممكن يكون مساهم وهذا الشخص قادر لإسعاد أو إنه يقدر يساعد إنسان وينقذ حياته بشكل عام. فهذه الدورات بغض النظر عن الفطور وأشياء تانية إلا أنها جدا مهمة. وأنا أشكرك لأنك رحت تعلمتيها وإن شاء الله كثير ناس يروح يتعلموها. إحنا كنا دائما نقول إنه فين ممكن يلاقي هذه الدورات وكيف ممكن تتاخذ، لكن زي ما كان مرة عندنا ضيف وكان بيتكلم عن هذا الموضوع يقول إنه في كثير لكن الواحد يبحث. وأنا أشوف فعليا من المهم إن الواحد يتعلم أقلها الإسعافات الأوية في موضوع الاختناق أو حتى في موضوع الشرقة يعني إلا الولادة. أنا الولادة بعدها عن الشرقة لأن الأطفال حرام. في أطفال كثير هم يعني أكثر ناس ممكن معرضين لهذا الشيء لما مثلا لا سمح الله ياكلوا شيء بيتكلم في نفس الوقت فتلقي اللقمة يعني حلقة. فأنت على الأقل هذا يعني البيسكس. فإن شاء الله كلنا أنا مرة ودي خلاص ان شاء الله بنرتب ونروح باقي انتوا خلاص بنروح مع بعض انتو. بس في البدايه خلينا نطلع فاصل اكيد من بعده مكملين. بعد الفاصل. بعد تحقيقه للارقام القياسيه فيلم الجوكر، هل هو قطعه فنيه كما يقولون؟ وما هي الاسباب التي تقف وراء شغف العالم لمشاهدته؟